من جانبه ركز موقع المدينة أونلاين على إعلان أسرة الفتاة ولاء وديع التي قالت إنها اختطفت من قبل عصابة مجهولة. وقالت أسرة الفتاة إنها اختفت عقب خروجها من المنزل، وعندما قاموا بالاتصال بها سمعوا صراخا وصوت رصاص، وبعدها تلقت الأسرة رسالة نصية بأنهم قتلوها وحرقوها. ووفقا للموقع فإن هذه الحادثة تعد ثاني حالة اختطاف تطال فتاة بأقل من أسبوع، فقبل أيام اختفت فتاة تدعى عبير في ظروف غامضة بمدينة المنصورة ولم يعثر عليها حتى الآن.